ما شاء الله الله حيا الله حيا الله يطول لي في عمرك. اخيرا شفنا بشر من برا. هلا مسكوك علينا. اسالوا سامي ابو يارا. يلا حيهم زياد الشهري. شلونك خالد اليمني؟ ونعم ونعم الله يحييهم يعطيكم العافيه. الله يطول لي في عمرك. هلا طيبين. يا مرحبا. نعم والله يدسوك. كيف الحال؟ طيبين. الله يحييك. الله يحييك. يا مرحبا. عليكم السلام. الله يحييك. كيف الحال؟ طيب. يا مرحبا سيد العجل. ونعم ونعم ونعم. كيف الحال؟ طيبين. هيل ارحب ارحب. منين اجيت؟ ما شاء الله. كنت مميز بعد. شكلك طيب حبيبي. يلا حياك. يلا حياك. اخبارك؟ قبلومك كنت طيب. اخبارك؟ جزاك الله خير. لازم يمسهم الحين انتم. اي مره. السلام عليكم. يلا حياك. اخبارك؟ طيب شكلكم طيب ان شاء الله. عساكم بخير. طيب ان شاء الله. الله يبارك فيكم. اي نعم. مهبل بك بكاته. انا بس شفت اخبارك. كيف الحال؟ شو اسمك؟ محمد المكي من مصر. الله يحفظك. حياك الله. كيف حال سيد العجل؟ حياك الله. محمد المكي من مصر. الله يحفظك. السلام عليكم. يا مرحبا. مرحبا. القحطاني. ونعم ابراهيم المزرع. الله يسلمك. كيف حالك؟ شلونك؟ يا مرحبا. يلا نعم خالد اليمني. السلام عليكم. كيف حالك؟ الاستاذ احمد. قسم بالله انا تستاهل. ها اعمل نفسك ميت. مرحبا لي ابو عمر. مرحبا لي. ترى حبل المطر. شو اخبارك؟ شو علومك؟ مساك الخير. ايش سالفتك؟ ها ما في بس زياره جايين. اخرعتني. سلام حقك الباور ذا. الله يرضى عليك. استريح استريح يا حرام. كيف صحة؟ الله يحييكم. اعذرونا جيتونا ترى ما عندنا خبر والله. كنا في فقرة انشادية كذا بسيطة. الله يحييكم. ابشر بالسعد. ابشر بس خلى ابشر على خشمي الحين الشباب ولا يهمك. على فنجان قهوه بس. ما نلبس سلام على اي احد. شباب شباب شباب. ايه والله لو يدير مايك تداخل الاصوات من بكره ما حد يدري عنه. طبعا شاب حتى مش شباب مجموعه من الاعلاميين والصحفيين جو مجموعه قنوات. خل خل ولا محتاج مايك بس عشان سريع يتقهون عشان احنا بنزور كمان بقيه القريه وتكملون فعاليات. يلا 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 ولا قهوه يا عيال. امين امين. فناجيل جيب فناجيل فناجيل فناجيل. سيد بنور الصلاه. حامد. خالد حامد. نايف قائدنا الاستاذ سعيد العجل الصحفي المخضرم. سمعت. نعم معاذ بس يقرب المايك. عطى المايك خليه. قدموني الزملاء ولست بأفضلهم يعني ما شاء الله متحدثين لكن لا دكتور بارك الله. الله يبارك في عمرك استاذ احمد. ان في زيارتكم يا شباب اخوانكم مجموعه اعلاميون مبادرون ما لنا يعني بمبادره شخصيه من الافراد حبينا نجي ونشارككم. نسلم عليكم اول شيء ونتعرف عليكم. انتم شبابنا ولكم حق علينا وكل منكم عضو فاعل في المجتمع. جايين نتعرف اذا كان مثل ما قلت اللي يقول ما من زمان ما شفنا احد فانا جايب لكم جايب لكم اكسجين متغير عشان سامي الجعوني ما يزعل علينا بس فتستاهلون كل خير. احنا جايين شباب ان نقول يعني انه هل المجموعه الاعلاميه اللي جت تشوف الزملاء الاعلاميين هم نقل ل اول شيء طبعا تشجيع ورفع معنوياتكم وتستاهلون اكثر. الشغله الثانيه يا شباب احنا نقول باسمنا وباسم كل اعلامي باسم كل عضو في المجتمع. انت الان الجلسه اللي قعدتوها الفتره هذه سوت بينكم تفاعل
تعاون. أنا اطلعت على مقطع قبل يومين، واحد كان يتكلم يقول قبل أشارك في البرنامج كنت أقول هذولا وش فيهم يحزنون على بعض إلا بغوا يتفارقون يوم البرايم، لكن بعد واحد منكم أنا ما أدري موجود أو أنت، لكن أقول بعد ما شاركت حسيت بالألفة والأخوة، الاجتماع، الشراكة. طيب إذا أنت فرد في المجتمع بتطلع بكرة المجتمع، أدر أنك هالحين تدري وتعرف أنك مؤثر. يعني كل واحد مهما اختلف عمره، مهما اختلف، هو له جهود في مجتمعه، سواء في المجتمع السعودي، في المجتمع الخليجي، احنا نقول في المجتمع المسلم بشكل عام، نقدم رسائل. انتم، انا قلتها لواحد من زملائكم قبل شوي، لابد يعي كل واحد منكم من كل الناس الطالعه انه يكون مؤثر فعلا. ترى انت قدوه، الشباب يتابعونك، الأسر تتابعك، الكلمة شو اسمه يثمنها الواحد، محسوبة عليك، التصرف محسوب عليك، ويبقى الواحد على طبيعته ما يتصنع. لكن أنتم لأنكم فيكم خير، ونقول إن شاء الله أن نقول ونظن فيهم حسن الظن إن شاء الله، الزملاء القائمين على البرنامج إن هدفهم هدف خير، تقديم شيء جميل للمجتمع، إن نقول أنتم أهل ذلك. بينكم إعلاميين، من له تخصص في الإعلام أو يطلب استشارات أنا أقدمها باسم زملائنا، جاهزين يوم من الأيام نشير عليكم، في مستشارين، في مدربين، في صحفيين، في مقدمين برامج، أي شيء تحتاجونه أنتم شبابنا، أنتم أبناء مجتمعنا، أنتم لكم حق علينا، وأيضا أنتم تقدمون أنفسكم بالصورة اللي أنتم طمحتوا لها إن شاء الله، والله يوفقكم. هذا باسم زملائي، واسمحوا لي على الإطالة. والشاعر اللي قبل شوي قال أبيات خليه يعيدها بس عشان من الشاعر، أي واحد راجح ولا سعود؟ ولا رشح واحد يرد عليه؟ لبيه. لا ما عليه، الدكتور خالد شاعر أيضا. لا أنا ما نبقى أبيه رد اليوم، لكن نبي نسمع إنشادكم الزين اللي إحنا سمعناه دخلنا سامعين. أول شيء يا دكتور، سمعنا شلات دكتور خالد العيادي. هلا. أول شيء مرحبا ألف باسمي باسم الجميع، الله يحييكم. الله يبارك. ويشهد الله إن إحنا نستفيد منكم، سواء يعني جيتكم هذه والله أنا غالي علينا، وبإذن الله كل شخص متواجد هنا راح يكون له أثر إعلامي بعدين وبنستفيد منكم. حياكم الله ومرحبا ألف، وبإذن الله يكون لنا يعني تواصل معاكم بإذن الله. ونبي نسمع منكم، نسمع الشلات الحلوة اللي تو. يا أولاد الحما إني نزيلكم، يا ليل جودوا لنا بالرضا يا سادتي جودوا. يا الإعلاميين أكرمتم وفادتنا، فأنتم السادة، فأنتم السادة الغر الصناديد. واختم اللحن بالصلاة على الهادي، صل عليه نبي ما له أبدا ندي. صلوا عليه. مرحبا ألف، مرحبا ألف، الله يرضى عليك. الجوال هذا ألف يا شيخ، تغير حجم السلفي. لا زد رصيدك يا ربي، جمعنا كلنا في زد رصيدك، يا عسى الله يجممها ولا يغضب علينا. يا لا 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 يا لا لا، زد رصيدك بعد ربي، جمعنا كلنا في زد رصيدك، يا عسى الله يتممها ولا يغضب علينا. ألف قول يا مرحبا. احنا بنستأذنكم لأن الإعلامي مشغول شوية ومساعدة. الله يبارك فيك. الله يسعدك. الله يعطيك العافية. فالكم التوفيق واحد واحد. واحد واحد. اللهم صل على محمد.
أثني على كلام الدكتور خالد وأيضا يعني بالنسبة يعني في أشياء تجي عفوية وفي أشياء أخرى أيضا لما الواحد يعني يحس انه مشاهد من الكبير والصغير ومن المرأة ومن الرجل ومن فبعض التصرفات ربما تكون عفوية لكن ربما يكون فيها مأخذ شرعي او مأخذ اجتماعي، فهذه مهمة بدرجة كبيرة جدا انه الواحد يراعيها، وايضا استحضار يعني انه الفائده باذن الله تعالى، وايضا نقل صوره حسنه وصوره متميزه للشباب المتسابقين. نعم. نسال الله التوفيق لكم جميعا. الله يوفقكم. الله يوفقكم وتستاهلوا كل خير. اطلع عزيز معاذ الجماز. الله يعطيكم العافيه شباب. شكرا لكم. شكرا لزيارتكم. شكرا لكم. ودعناكم الله شرفتونا. سلاح فوق طيان. الله يسعدك. استودعتك الله يا بعد راسي. الله يسعد قلبك. الله يسعد قلبك.